السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإعدادي، راح نبدي بيونت 2. يعني أخذنا قواعد يونت الأول، وإن شاء الله اليوم راح نبدي بيونت 2. أول قاعدة عندنا الجملة الأمرية imperatives، هذه الجملة الأمرية imperative. زين، هذه لخصت أنا بهذه الورقة. يلا عيني، يونت 2 أول قاعدة اللي هي الجملة الأمرية. هذه الجملة الأمرية يعني هي جملة تخلو من الفاعل، وهي تستخدم لإعطاء أوامر أو دعوات، وهي جملة تبدأ بفعل وتكون صيغته مجردة. يعني شنو؟ يعني جملة أمرية ما تبدأ بفاعل، يعني تخلو من الفاعل، أول ما تبدأ بفعل المجرد، يعني فعل أمر. عندنا بحالة الإثبات وحالة النيجاتيف. بحالة الإثبات affirmative، هذه عندي a turn the television on، a turn the television on، هذا فعل مجرد. ها عيني، هذا فعل مجرد، يعني شنو؟ فعل أمر أول ما تبدي، يعني ما بادي فاعل اللي هي وشي وإت أو ذي وي، هذن الأفعال أو الأفعال مال علي وهذا، يعني أسماء، يعني ما بادي بالفاعل، تبدي بفعل مجرد وفعل أمر. turn the television on. زين، وين الفعل الأمر؟ هذا، وهذه تكملة الجملة، تنزل نفس ما هي. زين، هنا عندي وكلمة please، please answer all the question، هذا فعل أمر. باعوا، يعني يقول تأتي اللي please قبل الفعل الأمر، قبل هذا answer، جت please قبل الفعل الأمر الأنصر، هذا في حالة الافيرماتيف. زين، نجي على اليمين على النيجاتيف، يعني هي قاعدة بسيطة وسهلة ما بيها شيء. بالنيجاتيف نخلي كلمة دونت، بالنيجاتيف شو نخلي؟ كلمة دونت، أول مرة تبدي بدونت وفعل مجرد وتكملت الجملة. مثلا هذا عندي دونت ويست تايم علي، وين الفعل الأمر؟ هذه ويست، وهذا هذا دونت نخلي بالنفي، يعني هيك صيغة السؤال يقول لي هذا مثلا هاي نيجاتيف. شوفوا هاي دراو بيكتشر، خلينا ناخذ هاي بليز دو نوت وورك اون ذا جريس. باعوا هذا وين الفعل الامر؟ هذا وورك، فعل الامر وورك، يعني يقول رجاء لا تمشي على العشب، هذا بليز دو نوت يعني نيجاتيف، فهذه الفعل الامر اللي هو وورك. هاي عندي دونت، باع هذا دراو بيكتشرز ان يور نوت 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 بوك، يعني يقول بين قوسين يقولي نيجاتيف، من يقولي نيجاتيف اخلي دونت دراو بيكتشر ان يور نوت بوكس. دونت اللي يعني يقول لك ارسم، لا ترسم صوره في دفتر الملاحظات، يقول دونت راو دراو، دونت دراو خلي كلمه دونت. علي comes to my party on Friday make imperatives. شوفوا هيك تجي بصيغة السؤال، يقول له علي تعال إلى الحفلة يوم الجمعة، make imperative شو نقول؟ come to my party on Friday. شوفوا هذا الاس، مو هذا comes، حاذفين الاس، لأن يعني احنا قلنا فعل مجرد، كل هالأمرية جملة الأمرية فعل مجرد، نخلي comes، طبعا come بدون اس، نحذف الاس كابيتال لتر وننزل بقية الجملة to my party. هي بس هذه هاي الجملة الأمرية، مختصر الجملة الأمرية imperatives، يعني هي الجملة التي تخلو من الفاعل ما بيها فاعل، تبدي يعني فعل مجرد، فعل أمر مجرد وتكملة الجملة. بالأفيرماتيف قلنا فعل أمر وتكملة الجملة، ونخلي أول يعني تأتي البليز هذا قبل الفعل الأمر، هاي بحالة الإثبات. أما بحالة النفي نخلي كلمة دونت، دونت وفعل مجرد، وهذه كصيغة السؤال. وبالتوفيق يا ربي.